زواج حلا الترك من شاب غني ظهرت بفستان أبيض في بث مباشر، وما قالته أغضب الجمهور. جميلة حلا الترك، جايينك من الرياض للبحرين مخصوص. يا عمري نورتونا حبيبتي، أسعدتي يا عمري. وش علي لك التواجد في هذا المهرجان؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة خبر زواج الفنانة البحرينية حلا الترك من شاب غني دون الكشف عن هوية العريس. هذا الخبر دفع حلا إلى الرد نافية بدورها ذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت بشكل غاضب: اللي قال إن تزوجت هذا الخبر مش مزبوط، والزواج مش وقته، ما اطلع علي إشاعة. يقول بتروح تتزوج؟ لا. هذا الفيديو كان كفيل بإغضاب الجمهور الذين عبروا عن انزعاجهم من الطريقة التي تحدثت فيها حلا في الفيديو، إذ علقت إحدى المتابعات قائلة: حلا مرات تطلع بشكل عاقلة ومرات تطلع بمنظر المنهبلة، ما تحددت شخصيتها للحين. وأضاف آخر: هدي أعصابك وعلى كيفك، لا تتزوجين أبداً. وعلى صعيد آخر، فقد عبرت سابقاً المغنية والممثلة البحرينية حلا الترك عن حبها للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال حلولها ضيفة على برنامج الممر الذي يعرض على شاشة أبو ظبي. وفي مقطع فيديو قصير رداً على السؤال الذي طرحه المذيع عن علاقتها بالفنانة أحلام، قالت حلا: ماما أحلام ومن اسمها واضح كم هي غالية علي وكم أنا أحبها وكم هي إنسانة قوية وتحب الكل وتتمنى الخير للكل، وهذا ما أحبه فيها. وأكدت حلا على أن دعم أحلام لها في بداية مشوارها الفني في عمر صغير هو سبب نجاحها حاليا، مستذكرة دور عدد كبير من المشاهير الذين دعموها أيضا فضلا عن محبة الجمهور لها. وردت أحلام على استخدام حلا الترك لكلمة ماما في البرنامج، وشاركت الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت عبر خاصية الستوري: أحبك أمي، لترد حلا الترك بإعادة نشر جديدة وتعلق: أعشقك. تبي مني عيوني بس. وانتقدت الفنانة البحرينية حلا الترك منذ أشهر مشاهير التيك توك لبثهم اليومي دون هدف، وذلك في أول ظهور لها في أحدث بث على المنصة. وقالت حلا في مقطع الفيديو بأنها لا مانع من قضاء وقت ممتع في المرح والمسابقات والتحدي، ولكن ليس بهذا الشكل العشوائي، مو كل يوم. وأكدت على أن البث يجب أن يكون له موضوع وهدف بالنهاية. بس لازم يكون في وقت أن لما تبقون تتكلمون عن شيء تكلموا عنه بهدف، لازم يكون في هدف في النهاية. الناس لازم تطلع تستانس وإيه تكلمون معه. أوكي، تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.